هي والصيف. بسم الله الرحمن الرحيم. نور الدين السملالي، رئيس جمعية فضالة الخياطة التقليدية. أولا هذا المزداد اللي في مدينة المحمدية، تنشأت جمعية اللي تسمات جمعية فضالة الخياطة التقليدية، وتنشأت في واحد الظرفية اللي هي جد عصيبة، والحمد لله قدرنا على أننا ننشئوا هذه الجمعية وباش نحققوا بعض المطالب ديال الحرفيين، اللي الحرفيين الخياطة اللي كيطمحوا على أن هذه الجمعيات توصل الصوت ديالهم لعدة جهات، وأيضا تحقق لهم بعض التطلعات ديال الحرفيين في المجال ديال الخياطة. ولله الحمد، أعضاء الجمعية اللي هما كيتكونوا من 9 ديال الأعضاء، اللي هما كيمتازوا بواحد الأمل وواحد الطاقة اللي غيعطيو الإضافة لمدينة المحمدية في المجال ديال الصناعة التقليدية. كنشكرهم جزيل الشكر لأنهم واقفين وقفة اللي سابقة من نوعها على صعيد مدينة المحمدية. عندنا عدة أهداف كنطمحوا ليها حنا كجمعية فضالة، أننا نديروا برامج وشراكات مع القطاع الخاص والقطاع العام. جمعية فضالة الخياطة التقليدية كتطمح على أن دير عدة شراكات مع عدة جهات، القطاع الخاص والقطاع العام، ولما لا بعد جمعيات على الصعيد الدولي وليس فقط على الصعيد الوطني. أيضا بهذه المناسبة ما ننساش الشكر الجزيل للمسؤولين في مدينة المحمدية اللي ساندوا هذه الجمعية أنها تنشأ، منها الناس ديال السلطات مشكورين بدون ذكر الأسماء، لأن ساندونا واحد المساندة اللي هي سابقة من نوعها. أيضا الناس ممثلي الغرفة، شكرا لهم جزيلا. الحرفيون والحرفيات اللي داروا الثقة ديالهم في هذه الجمعية باش تنشأ، وكنا عدة كنتواصلوا مع الحرفيين والحرفيات في المواقع ديال التواصل عن عبر الواتساب لمدة هذه ديال 5 الأشهر. حسان هو أول منخرط في جمعية فضالة الخياطة التقليدية. شكرا سي نور الدين. شكرا. غادي نديروا شي تكريبات يعني لفائدة الخياطة القدماء. كاينين بطبيعة الحال. هناك عدة قيدومين ديال الخياطة التقليدية في مدينة المحمدية، غنشرفوهم إن شاء الله وكيشرفونا. وحنا ان شاء الله هذا هو الدور ديالنا على اننا نبرزوهم، اللي ما كيعرفوهمش غيتعرفوا عليهم ان شاء الله. بطبيعه الحال في واحد التكريم اللي غيكون غيليق بالمستوى ديالهم، بطبيعه الحال بالتغطيه ديال سي خالد محمد يابريس غتغطي لنا هاد التغطيه ان شاء الله. عندنا سمحة مجديدي الاعلاميين ان شاء الله ديال الصناعه التقليديه في القصبه، وكاين سي محمد خليفه الاعلاميين ان شاء الله توا في در مراكش في العاليه. هادو من الناس الصناعيه القدام يستحقوا سي محمد وسي محمد تادلاوي، يعني عندنا وجوه من الصناعيه القدام من الحريفيه ديالنا اللي تربينا على يديهم وتعلمنا على يديهم ان شاء الله. وفي مقارب ان شاء الله احنا ما خرجت هذه الجمعيه للنور ان شاء الله، خارجه بالبرنامج ديالها بالعمل ديالها ان شاء الله الجمعوي والثقافي والجميع، وحتى في المجال الصحي ان شاء الله. بالنسبه للتكوين والتعطير ما غاديش يكونوا مثلا فورماسيون ان شاء الله. بطبيعة الحال هذا من بين الاهداف ديال الجمعيه، على اننا نحبوا الشباب في, 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 في الدخول في هذا المجال ديال الخياطه. وهذه هناك عده اعضاء معنا في الجمعيه عندهم يعطيوا الكثير في هذا المجال هذا ديال انهم ياطروا الشباب وياطروا يعلموا الخياطه والفصالات التقليديه، ونحاولوا نحافظوا وغنحافظوا ماشي غنحاولوا، ان هذه الصناعه ديالنا وجدودنا الصناعه التقليديه، وكنفتخروا على اننا صناع تقليديين في مدينه المحمديه. وبهذه المناسبه كنشكر جميع الصانعين والصانعات في مدينه المحمديه اللي تقوا فينا وكينتظروا منا ان شاء الله على الكثير، وان شاء الله انتظروا منا عده مفاجات للصناع والصانعات التقليديين في مدينه المحمديه.